اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تولي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من الساده الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور محمد. انا تملي في بدايه الحلقه يعني بقول فعلا تملي الشكر واجب. الله يبارك فيك. تملي قبل ما ابتدي الحلقه عايز يعني كل حلقه اشكرك على المجهود اللي انت بتقوم بيه. ربنا يخليك. وعلى فكره انت المره اللي فاتت يعني تملي ذكرت مره ولا مرتين انها مدرستي، ان المدرسه بتاعتك، بس هي في الحقيقه مش يعني غير المدرسه، هي جابها. ربنا يخليك. فربنا يقويكوا. امين. انت بتعمل عمل يعني عمل وطني وعمل قومي لوجه الله زي ما حضرتك عارف الوطن. وطبعا كل المرضى يعني عايزين منهم الدعاء بس من المشاهدين والناس اللي بيتفرجوا يعني زي ما حضرتك عارف ان الغايه ان احنا بنقلل عمليه الاحتكاك في الفتره اللي احنا فيها دي. اكيد. فمعظم ان شاء الله الاسئله بنجاوب عليها بطريقه سهله ومبسطه وبندي العلاج، مش بنرشد بس. في معظم الاحوال لو قدرنا ان احنا ندي علاج بندي علاج مباشره، ادويه. طبعا احنا ادويتنا غير ادويه الجماعه بتوع الاعشاب او الجماعه اللي هم متملقي الطب، اللي هم مدعي الطب بمعنى اصح، لان مدعي الطب دول هم بصاحب يشدوا الناس ليهم، لان بطريقتهم قد تبدو بسيطه وقد تبدو يعني بتبقى اكثر راحه للمريض من الطبيب، لان الطبيب لغه حواره دايما بتبقى فيها لغه فيها اقصد يعني اوفيشال الرسميه. اكيد. لانها بتستند الى علوم والى معلومات والى قواعد. اما الاجتهادات الشخصيه او الاجتهادات اللي هو الطب ما يسمونه البديل، وهو مش البديل ولا حاجه، لان هو المفروض يكون الطب هو طب واحد. اكيد. ولكن هو بيبقى فيه عمليات تقدر تقول مساعده، وهم عايزين كتير جدا ان الطائفه دي احنا بنكلمهم مرارا وتكرارا انه ييجوا يجيبوا الادويه بتاعتهم او ما يدعيونها انها ادويه او الاعشاب او العقاقير او اي حاجه، يحطوها تحت المجهر وتحت التقييم الطبي. طب دلوقتي يا دكتور محمد، هل بالنسبه للطب البديل هل يطلق على اعطي هذا الدواء او الاعشاب زي ما بيقولوا، هل يطلق عليه كلمه دكتور؟ لا طبعا. دكتور ايه؟ هو حضرتك يعني للساده المشاهدين الطبيب هو الذي يناظر المريض حقيقي، وله حق مناظره المريض، يعني يقدر يكشف عليه ويسمع تاريخه المرضي بخصوصيته يعني ودرجات الخصوصيه المختلفه جدا ممكن بيطلع عليها، وبعد كده يطلع بالكشف الظاهري والكشف الداخلي وكل حاجه، وبعد كده يقرر. هذا هو الطبيب. هو تطبيقا لكلام حضرتك ان ولا يستطيع ان هو يقوم باجراء عمليه ولا يستطيع ان هو يكتب روشته. لا هو بيقضي وصفات اجتهاديه. لا هو بيعتمد على حاجه يعني سهله وهي المشاهده. يعني مثلا افرض دلوقتي خلينا في مرض زي الكورونا، انا اقول الدواء ده بيقتل الكورونا امتى؟ اما اجيب الفيروس احطه في مثلا في كوبايه او في ازازه او في بيتري ديش، يعني بتاع كده طبق، بنجيب الفيروس نحطه ونزرعه. تمام. وبعدين نجيب الماده دي نحطها عليه، لو لقينا الفيروس بيموت يبقى الماده دي بتقتل الفيروس. صح. طب ناخد اتصال معانا. اتفضل. ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، نعمه وفضل والله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. دكتور معاك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك انا مريض السكر وباخد انسولين ماكستارد اللي هو 30 70 ده. وحضرتك اول انا كويسه وزي الفل، انا عامله نظام رجيم. فحضرتك بيجي لي ساعات بعد الغداء بيبقى عالي شويه. انا ممكن اخد ام على الانسولين، باخد السكر 40 وساعات ما باخدش بالليل عشان ما باكلش، انا باكل كوبايه زبادي بس، فعشان كده كان بيهبطني بالليل لو انا كنت خدت، فما باخدش. بس ساعات بعد الغناء ساعات بيبقى عالي شويه، انا ممكن اعمل ايه؟ طيب حضرتك، شكرا لحضرتك. لا خليكي معايا، خليكي معايا، انا معاك اهو. انت حضرتك الصايم بيطلع كام؟ الو، السكر الصايم بيطلع كام؟
140. طيب واللي بعد الاكل الغدا اللي انت بتقولي ليه بيعلى بيوصل لكام؟ بيوصل ل 280. طيب الوزن بتاع سيادتك كام وزنك قد ايه؟ انا كنت 125 ونزلت لحاجه و90. بالرجيم مش كده؟ يعني انت عامله رجيم؟ بقليل الاكل بس. ايه؟ طيب يعني السكر الصايم 140 وبعد الاكل بساعتين بيوصل 260 وبتخسي ساعات، بس هو بعد الغدا بس اللي يبقى زايد، اما بعد كده ببقى 170 180 وبعد الغدا بس. لا انت سيادتك سكرك مش مظبوط خالص. اه لا صايم ولا بعد كده ولا بعد الغدا. هو ماشي. المفروض انت سنك كام سنه حضرتك؟ نعم سني 56. يعني الصايم بتاع سيادتك يبقى 110 120. الاعلى ماشي. حاجه بعد كده لا يتجاوز 140 150. فاذا كله عادي ما نقولش. والخساسات بتاعتك ماشي. اعمل ايه حضرتك؟ اقفل بس واسمعك في التلفزيون؟ ليه انت خاص عليك ايه؟ ما انا مش سامعاك قوي حضرتك. اتفضل. طيب طبعا لا انسى جايز احتاج اسالك في حاجه. طب ماشي اتفضل. يعني احنا دلوقتي يا ست الكل انا ممكن نجرب دواء اسمه جلوكوفاج، حبايه بعد الغداء وحبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء لمده شهر. لو سكرك نعم طب اسمعيني بقى من التلفزيون. ماشي ممكن تقول لي بس الاسم كان بتاع العلاج بالله عليك؟ جلوكوفاج. استنى بس هقفل بس معاك. ام محمد خلاص انت هتسمعها من الدكتور وتابعينا على قناه الصحه والجمال اليوتيوب او الفيسبوك. يعني هو الدواء سجلي يا ام محمد. اسمها ام ايه؟ ام محمد. يا ام محمد فتحت الموبايل وتسجلي. ايوه. جلوكوفاج 1000 مللي جرام، حبايه قبل الغداء بربع ساعه وحباية قبل العشاء بربع ساعة، نستمر لمدة شهر إلى جانب الإنسولين اللي بتاخديه. لو حضرتك اتظبط السكر كان بها، ما اتظبطش يبقى أعتقد في نقص إنسولين في جسمك، والخسسان اللي انت بتخسيه ده دلالة مرض مش دلالة صحة. يا جماعة سكر يبقى عالي والإنسان يخس دي دلالة خطورة، أما سكر مظبوط او منخفض والانسان يخس يبقى دلالة صحة. سكر عالي وهو عالي قلنا الصايم ما يزيدش عن 110 120 عشان سنها فوق 50. 140. بعد الاكل 140 150. في اي وقت تتحلل ما يزيدش عن كده. تمام. لو زاد عن كده يبقى ده عالي، يبقى كده التعريف بتاعنا عالي. طيب العيان بيخس بقى وهو كده على دلالة سوء. لان ده معناها ان رغم انه بيخس بيسلي جسمه. نتيجة نقص الانسولين الداخلي جوه الجسم. ومع ذلك انا تفائلت معاها. تمام. اديتها فرصة لمدة شهر. وتعود الاتصال تاني. نعم ان شاء الله. ناخد معانا ام ادم. اهلا وسهلا. ام ادم سلام عليكم. سمعنا ام ادم؟ تقريبا فصل. طيب. لا ايوه سامعاك. ايوه سامعاني. طيب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين نكلم الدكتور بس. اتفضلي. الدكتور سامي. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي السكر وبعدين باخد كلوفاز وحاجه اسمها جيلاتينا. ببص الاقي السكر بتاعي يوصل خالص يبقى مثلا لحد 70 65. جيلاتينا ده كم ملي ده؟ مقوي ولا ايه؟ يعني مش هو مكتوب عليه 3 مش عارفه ايه بقى. 3 ملي بتاخديه امتى؟ باخده قبل الفطار وبعد كده باخد بقى الكلوفاز. بتاخدي ده قبل قبل تعرفي تقري الاسم العلمي اللي موجود يبقى اسم معقد كده تعرفي تقريه؟ لا مش عارف والله يا دكتور. طيب الدكتور انا دلوقتي كمان برضك انا قطعت يا دكتور وخدت حاجه اسمها كلوفانس. جلوكوفانس. ما اوكي. جلوكوفانس. يعني ده بيوطي لي السكر قوي. اسمعيني بس يا ستي انت سنك كام سنه؟ انا عندي 30 سنه. 30. اه. وزنك قد ايه؟ وزني 122. والسكر الصايم بيطلع كام؟ السكر الصايم بتاعي كان طالع 200 باين والثاني 138. لا الصايم 138 واللي صايم الفطر 200. ايوه يا دكتور. بس انا دلوقتي بقالي يومين قطع علاج السكر يا دكتور. استني بس مالناش دعوه باهمالك بقى. السكر بينخفض امتى؟ بينخفض اما اخد العلاج بتاع السكر ده. ابص الاقي على الساعه 5 كده
السكر بتاعي وسع خالص واعرق بقى وبقي يحصل فيه حاجه زي طيب كهربا انت كده. انت تقدري تتحملي علاج غالي سنه ولا الماليات مش قد كده؟ لا انا نفسي اخد اي حاجه تريحني يا دكتور، لان انا وقفت العلاج عشان خاطر الحاجات اللي بتجيلي دي. طيب هناخد حاجه اسمها فيلدا جلوس بلس. جلدا فلوس جلاس بلس فيلدا جلوس بلس. الصيدلي بس سجلي الاسم بالتليفون، انت مش هتعرفي تسجليه ابدا. اعيده فتحت التليفون بتاعك؟ ايوه يا دكتور. ايوه بتسجلي؟ اه فيلدا جلوس بلس. بس ما بيعديش ميه في الجسم ده؟ يا ماما ميه، احنا بتوع جرادل. ايوه ما احنا مش عايزين حاجه تعبي ميه في الجسم. وميه يا دكتور مش هينيل ميه. نيل ايه بس؟ تاخدي حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء بنص ساعه. ومع الوجبه الرئيسيه استني. مع الوجبه الرئيسيه سواء غداء او عشاء هتاخدي حاجه اسمها نوفو نور. 1 مللي جرام كفايه. نوفو نور. نوفو نور مسجلي وروحي سماعي الصيدلي. نيجي نور يا دي الليله الطيب. نوفو نورم 1 مللي جرام حبايه قبل الوجبه الرئيسيه، علاج لمده شهر، وتكلمينا بعد كده. ام ادم الف سلامه يا ام ادم. كل اللي الدكتور قاله هتلاقيه نزل ان شاء الله على الفيسبوك او اليوتيوب بعد نص ساعه. هو لو احنا عندنا اعداد قوي يكتب الكلام ده على الشاشه. اللي ان شاء الله ممكن نرتب معاه. يعني هو حضرتك يروح كاتب اللي انا بقوله على الشاشه بالطريقه. هذا الشغل. تمام بقى حضرتك. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاكي. سامعك. الو. ايوه معاكي يا بنتي. الدكتور سامعك اتفضلي. لو سمحت حضرتك يا دكتور، انا يعني احيانا بيجي لي يعني بكون عدم راحه كده يعني في البطن، وبحس صعوبه يعني في عمليه الاخراج. سنك كم سنه؟ نعم. سنك؟ نعم. سنك عمرك كم سنه؟ 19 سنه. انت متجوزه طبعا انسه؟ نعم. متزوجة أو عازبة؟ لا سنجل. طيب. يعني عندك إمساك؟ لا لا مش ما عنديش إمساك، بس أنا بحب اللي هو يعني البراز ما بيخرجش على طول، ويعني طيب خلاص هتاخدي حاجة اسمها دوفلاك أو لاكتيولوز شراب، معلقة كبيرة بعد الأكل 3 مرات اسبوع او 2. اتحسنت كنبه، ما كانش يبقى تروح لحد جراح يفحص المنطقه دي، لان ممكن يكون هناك في ضيق او اي حاجه. الف سلامه. شكرا شكرا. انا كنا بنتكلم على هي الست ب 22 كيلو. في ادويه نعطيها لمرضى السكر تزود الوزن، وفي ادويه نعطيها تنقص الوزن. تمام. هو اللي بينقص الوزن الرخيص الوحيد هو الجلوكوفاج او السيدوفاج او الميتفورمين، يعني الباقي كله ادويه غاليه. والادويه الغاليه هنا تتراوح ما بين في الشهر التكلفه حوالي من 250 جنيه وتصل الى 2000 جنيه في الشهر. والادويه الغاليه اللي بتنقص الوزن دي كلهم بيوطوا السكر او بيخفضوا معدلات السكر، وليست بصوره قويه. يعني هي هتخسس، يعني ممكن اديها وانا مطمن. تمام. زي هي اللي بتقول ان انا سكري بيبقى الصايم طلع عالي واللي بعد الاكل عالي، وبالليل كمان بيجي لها انخفاضات او بيجي لها انخفاضات. ده الادويه دي اللي تنفعها، ولكن انا نقت لها الحاجات الرخيصه اللي هي ممكن يعني تشتغل 60-70%. تمام. اتفضل لو عندك حاجه خفيفه. طيب ناخد اتصال معاده. محمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. هو في ايه؟
الخط من عندها تقريبا الشبكه عندهم لا على طول عندنا كده الموضوع ممكن من عند المتصل بقى ما اعرفش. فبقول لحضرتك نرجع تاني نرجع لموضوعنا. في هناك دلوقتي الادويه مش بناخد مريض السكر كده على بعضه يعني حاجه كده كله نديله يقول لك احسن دواء ايه. مفيش احسن دواء ايه. احنا مش بنقول مش بندي مبيضين محاره حسب الحاله ولا بتوع اعشاب احسن دواء للكحه يقول لك خد كده للكحه. طب الكحه دي ممكن يكون سببها سرطان صح. يبقى احسن حاجه للكحه احسن حاجه ان انا اعالج السرطان. يبقى نعالج السرطان مش عشان نوقف لو التهاب رئوي احسن حاجه ان انا اعالج التهاب الرئوي الاساس صح. ولذلك يقول لك حط ورق مش عارف ورق ايه بتاع الكحه ده في ورق مشهور قوي يغلوه كده ويقعدوا يشربوه. واخبار لسه هنتكلم على الجماعه دول اللي هم مقتات الطب دول عايزين لهم حلقه لوحديهم. لا ده عايزين الذبح. ماشي ناخد الاتصال اللي بعده. اتفضل. استاذ رانيا السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا بحضرتك. يعني بصراحه البرنامج يعني فوق الرائع بصراحه. يعني احنا بنشكركم جدا على البرنامج اللي انتم بتقدموه ده. فوق الرائع يبقى سنك. سنك اقل من 30 سنه. ايوه انا 30 فعلا. ايه رايك بقى شفت بتشخصك من الفورة دي بس. اه شفت تشخيص من الكلام بس. امال احنا بنلعب وانت فكرك اللي يقعد مكاني ده يبقى سهل. لا 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 طبعا لازم في فراسه. طب دلوقتي انا عندي سؤالين بس واحد ليا وواحد لصاحبتي. وبنت خالتك بالمره يعني. معلش يعني اتفضلي. يعني انا هبدا بصاحبتي عشان هي حاجه كبيره شويه. حاضر. يعني هي دلوقتي عملت عمليه الغده من سنه ونص كده وعلى طول عندها ارتفاع ضغط يعني 175 على 102. اه سنها زي حضرتك ولا اكبر؟ لا هي 40. قد حضرتك؟ 40 سنه. اه عملت شالت الغده الدرقيه من سنه ونص وضغطها عالي اليومين دول. اه وهي دلوقتي على طول بتحس برعشه مع صغد وجسمها منفوخ ورجليها منفوخه. شاطره. طيب وعندها يعني رغاوي في البول. هي بتاخد دواء ضغط اللي هو نيبوليت مرتين في اليوم. والضغط ما بتظبطش على النيبوليت؟ يعني هو على طول عالي. طيب بصي انت حضرتك بتاخد التروكسن للغده الدرقيه بعد ما شالتها؟ هي بتاخد دواء تعويضي. اه هي بتاخد دواء تروكسن. قد ايه الجرعه؟ لا مش عارفه والله. انت قلت انت اسمك ايه؟ رانيا. يا رانا او رانيا انت بتتكلمي كلام عارفه في الصميم. اما البول يكون مرغي قوي بنخاف لو يكون فيه زلال في البول وده نربطه بتورم الوجه او القدمين. بس التروكسين مع شيل الغده الدرقيه اعتقد مش واخده الكميه الكافيه وهناك نقص في افراز الغده الدرقيه التعويضي او هناك التعويض اقل من الطبيعي. لو هي بتاخد 100 يبقى 150 لو 150 تخليهم 200 وتاخد زي ما هي عايزه على ضمانتي انا لحد 3 حبات 300 400 ولا يهمها. فتعلى باي درجه ولا سبب لو كان جسمها تخين. دي واحد. بالنسبه للضغط الضغط ممكن يكون ثانوي لعملية الغدة الدرقية أيضا بعد شيلها عشان نقص هرمون الغدة الدرقية المستديم بيؤدي لحاجة اسمها ميكسيديما والميكسيديما دي بتعلي ضغط الدم. في جميع الأحوال بعد ما تاخد علاج الغدة الدرقية لمدة شهر ولا اتنين بالجديد اللي أنا قلته لو الضغط نزل لوحده يبقى كويس. ما كانش يبقى لازم نضيف حاجات للضغط. في الحالة بتاعتها أعتقد إن احنا نضيف حاجة مضررة للبول يبقى ضربنا عصفورين بحجر. شلنا الورم من الرجلين ونزلنا الضغط. الدواء اللي ممكن نستعمله في الستات اسمه الدكتون 100 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل هيظبط ده الى جانب النيبوليت. ايوه واخده بال حضرتك. أوه. اعتقد كده كفايه. هي حاله صديقتك دي اتكلم فيها ساعه ونص ان انا افصصها كده وافردها على الترابيزه بس كده كفايه. أوه. عليها. خش انت على موضوعك. أوه. انت بقى السؤال التاني. طيب انا دلوقتي يا دكتور يعني كل يوم بالليل كده بعد الساعه 2 بحس يعني بالم في بطني وما بهداش غير لما برجع. معلش في الكلمه يعني الساعه 2 بالليل. يعني على طول بالليل يعني كل جوزك يعني انت متجوزه؟ بيجي الساعه 1؟ لا بيجي بدري. بيجي الساعه 1 بياكلوا مع بعض. لا ما بيجي الساعه 1 ايه بقى بطنها تشد عليها. معلش يا ريس. مش الساعه 2 دي ادام ثابته يبقى في حدث قبلها. يعني انا مش عارفه يعني هو يعني مش 2 بالظبط بس هي بالليل يعني بعد واحده بعد يعني. طيب حضرتك بتتعشي الساعه كام؟ بتتعشي الساعه كام؟
يعني والله اوقات بدري واوقات متاخره وبتيجي كده. طب احنا هناخد حاجه اسمها رانيتيدين او هيستاك، خلينا في الهيستاك، 300 مللي جرام حبايه قبل العشاء لمده 15 يوم وبامر الله الدنيا هتتصلح ان شاء الله. ماشي خلاص تمام. انا متشكره جدا. العفو. شكرا يا استاذه رانيا. ناخد اتصال بعده. ام محمد السلام عليكم. طيب نرجع تاني. محمد منتظره فاكيد هترجع لنا تاني. فالجماعه بتوع الاعشاب بيشتغلوا ازاي بقى؟ بيشتغلوا على عنصر المشاهده. تمام. عنصر المشاهده ده بقى فيه كاذبات كثيره. يعني الصوره ممكن تلقى اليك بعنصر المشاهده، زي ما اقول لك ايه، بص الصوره اللي قدامك دي تقول لي ايه. تمام. ده اقول لك شوف البتاع الدوريه اللي موجوده فوق الهرم، هي ممكن تكون بيضاويه، بس انا ما اقول لك مدوره تبان مدوره، بينما شوفها لونها ايه تقول لي ده بيضه، اقول لك لا ده بتميل للخضار شويه. والله بتميل للخضار. فعنصر المشاهده لا يعتد به حقيقي، وكل لفظ سواء مسموع او مقروء او مرئي انا بحوله الى ارقام. ارقام ازاي؟ اللي هو النظام اللي عايز اقول، مش المشاهده لا، القياسي، ان انا اقيس الشيء. يعني انا هنا ده الفنجل دي قدامي، ممكن عشان اقيسها لازم اقيس طولها وعرضها وكثافتها وما الى ذلك ويطلع وزنها حقيقي. لكن انت ممكن دلوقتي حضرتك تقول لي ده وزنها نص كيلو، اما خدناها العلاج بقى وزنها 400 جرام بالمشاهده، لكن انا عاوز اوزن. تمام. ولذلك كلمه المشاهده لا يؤخذ بها في الطب، بمعنى زي الاخت المتصله في الاخر دي، ممكن يقول لها خدي ورق فراوله ولا ورق ارنبيت ولا ارنبيت وليه واعمليه وسواد ويخفت. هنا مشاهده صح. لكن انا عشان اتاكد ان هي خفت بجد بنعمل مثلا منظار معده قبلها ومنظار معده بعدها مثلا يعني. ولو كان هناك في تقرحات او في التهابات طب سليم، فهنا شفت بالمنظار ما قبل وما بعد. الجماعه بتوع الاعشاب يا اسامه بقى عاده ما يحبوش يتعاملوا معانا. يا طبعا. جماعه تعالوا، انتوا بتقولوا في دواء بيعمل من القرد ملاك. طيب احنا بقى عايزين بعد اذنك نمسك القرد ده نشرحه تحت المجهر ونشوف ده نسيج قرداوي ونشوف ليه بيتنطط. الله يبارك فيك. وعايزين الملاك اللي انت قلتوا عليه ده نمسكه ناخد منه مقطع ونشوفه. يقول لك لا هو بقى ملاك. صح. بيعتمد على حب الناس انها تخف، يعني ياخد يدي الدواء ودواء كله هقص. طب دلوقتي يا دكتور محمد لو قلبنا الصوره نقول مثلا ده عدم وعي للمشاهد او المريض او بتاع ان هو يلجا لهذه يعني عاده يعني دلوقتي نسيبنا من ده حتى في الطب عندنا في الادويه بتاعتنا اسمها البلاسيبو، وانا اتكلمت عليه في حلقه من الحلقات بس كان بسرعه. البلاسيبو حضرتك اللي هو التاثير الايجابي للدواء الغير حقيقي. يعني دلوقتي هنجيب 100 واحد عندهم ضغط ونديهم النيبوليب اللي كانت بتقول عليه، ده دواء ضغط معترف بيه وتعامل وكويس. هندي واحد 50 منهم النيبوليب الحقيقي و50 تانيين هندي شكل الحباية بس اللي جواها بودرة وليكن طيب. مثلا عجينة دقيق، يعني العجينة ما فيهاش حاجة. صح. هتلاقي الـ50 اللي هم خدوا دواء حقيقي ضغطهم نزل منهم 40 واحد الضغط اتظبط. طب الناس اللي اديناهم الدقيق ده وشكل الحباية هو واحد، تلاقي 20 منهم ضغطهم نزل. تمام. يعني اذا لو انا اديت اي حاجة بيجيب تأثير ايجابي نعم. ده حالة نفسية يعني؟ حاجة نفسية لا كذا فنزل. ده هو الفكرة ايه؟ احنا بنضحك على المخ بتاع البني ادم. صح. بنوهمه بحقيقة. موضوع مهم. لا ده الكلام ده في الطب. يعني احنا ما بنيجي نقيم دواء، في دواء مثلا داخل الكورونا بيشتغلوا عليه دلوقتي. طيب الكورونا ده بيروحوا جايبين مثلا 1000 مريض بنديهم الدواء، 500 بنديهم دواء حقيقي و500 بنحقن لهم ميه تحت جلدهم او في الوريد. هتلاقي في الناس اللي اتحقنوا ميه خفوا، في جزء منهم خف. طيب ازاي هنقول الدواء ده كويس والدواء ده مش كويس؟ هنقرر ازاي؟ نسبة الشفاء.
يعني اللي خدوا دواء حقيقي نلاقي نسبة الشفاء 80%، لكن الغير حقيقي لو 10%، واخد بال حضرتك، يبقى الدواء الحقيقي هو اللي هنشتغل عليه. طب افرض الاثنين طلعوا زي بعض، يبقى اذا احنا اشتغلنا على البلاسيبو، الدواء جاب تأثير ايجابي نفسي، وبنلاقي الجسم نفسه صلح نفسه. تمام. يعني الجسم، انت لو جينا نقيس مقاييس الجسم اللي عليه ادينا العلاج، نلاقي فيه تأثير ايجابي حقيقي موجود، وده اللي بيعتمد عليه دكاترة الايه، او ما يدعون انهم اطباء اعشاب، او المعالجين، او المعالجين بالاعشاب، انه بيدي ادوية لا فائدة منها ولا قيمة لها ولا تأثير حقيقي، ولكنها تأتي بهذا التأثير الإيجابي الغير حقيقي، ولا يعتد به كدواء ولا يستعمل. لأن لو أنا بدل ما أديله بقى الدواء ده اللي هو بيدعيه أنه بيخسس أو بينزل ضغط أو بيظبط سكر، اديته مكانه بمبناية هجيب نفس التأثير. ولو هما بيبيعوا الدواء ده كمان مغالي فيه، يعني يقولك الكورس ده ب 500 جنيه، الكورس ده ب 2000 جنيه، الكورس ده بكذا، وهو نصب واحتيال في الأول وفي الآخر. ممكن حتى من غير اي حاجه يكون المريض خف لوحده بدون اي شيء. لا في هناك، لا ده حضرتك، لا ده حتى في الطب بتاعنا احنا، ان ممكن المريض يخف، واخد بال حضرتك، بادويه غلط، يعني تم وصف علاج خطا، واخد بالك، من طبيب غير متخصص او غير متخصص، والمريض خف. دي بتحصل مع جميع المستويات. طب احنا ازاي بنعملها عند اعادة المحاولة في مريض اخر ما بيخفش؟ وهنا الخبرة يعني التراكمية للطبيب المعالج، حينما يعني هي جت مع بالصدفة، تقدر تقول كده، زي ما انت بتقول ممكن خف لوحده، كان التهاب في زوره، التهاب فيروسي، حتى لو كورونا، وخد دواء وخف، زي ما بيقولوا دولتك زود المناعة وما زود المناعة. فنرجع لموضوع السكر تاني، احنا عايزين نقول معدلات سكر عالية ووزن مليان، او يعني وزن زيادة عن الطبيعي، يعني سمنة وسكر عالي وبيخس، دي تخوف اكتر ما يكون سكر كويس او منتظم او قليل وبيخس. ده خس صحي وده خس مرض. تمام، ناخد اتصال محمد. انا طولت عليك، معلش. لا 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 لا، ده مفيد جدا. هنلاقي فين المعلومات دي؟ الله يبارك. استاذه ايه من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامي. سمحت يا دكتور، انا اتصلت على حضرتك من شويه بس نسيت، بس اقول لحضرتك ان لو اقول لحضرتك ان بيكون عندي تعب في بطني ويعني بصعوبه في الاخراج، وكمان عندي ريحة الفم كريهة، بس ده تقريبا على طول، يعني ريحة الفم زي ريحة البراز كده. طيب هو بص حضرتك، انا اديتك حاجة اسمها دوفلاك او اللهم صل على رسول الله، او لاكتيولوز، الاثنين واحد على فكرة، بس ده اجنبي وده مصري. وقلت هتاخدي منه حضرتك يعني معلقة كبيرة او معلقتين كبار بعد الاكل، ممكن يكون ده كافي بالمناسبة انه يظبط لك الامور. لو عايزة تاخدي حاجة اسمها فاسيجين، دول بيبقوا 4 حبات تاخديهم مرة واحدة بعد الأكل يومين ورا بعض، طعمه منيل بنيلة ومتعب جدا ومزعج في الطعم، بس ده هينقلك الأمعاء والمعدة إن شاء الله. إن شاء الله. ألف سلام. تمام عليك. شكرا شكرا يا أستاذ أي. نرجع لموضوعنا تاني دكتور محمد. طيب فإحنا عندنا يعني مجموعة أدوية، مجموعات أدوية للسكر. في أدوية المفروض مجموعات الأدوية دي كلها غرضها إنها تنزل السكر. طبعا. بس بيكون لها آثار أخرى إلى جانب إنها تنزل السكر. يعني في تنزل السكر وتقلل الوزن، في تنزل السكر وتزود الوزن. تمام. أستعمل ده في موضع وده في موضع. في تنزل السكر وتحافظ على الكليتين، في تنزل السكر وتحافظ على القلب. فأنا إمتى أستعمل ده وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده عشان ما نعطلش الناس. ناخد اتصال تاني من بني سويف. السلام عليكم. هو الاتصالات النهارده عندنا وحشه قوي الحقيقه. عليكم السلام وبركاته يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. سامعك، اتفضلي ام مصطفى. سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مصطفى. سامعني؟ سامع حضرتك. انا سامع صوت التلفزيون بس مش سامع سياستك. سامعاني دلوقتي؟ مش واصل لي. طيب
طب انت كده سامعاني يا فندم؟ ايوه بالظبط. طيب اتفضلي. طيب اتفضلي. ممكن يكون عندك مشكله يا استاذ اسامه. هو عندك مشكله؟ معلش خليكي معانا. عندك مشكله في الاير بيس يمكن مش حتى الاتصالات ما بتجيلكش. شويه اتفضلي. ايوه يا فندم. هو طب ثانيه واحده خليكي معايا. ممكن الكنترول يدخل الاتصالات على طول مفيش مشكله. تمام احنا بنعرف نشتغل على اي وضع يعني. أيوة. او يجيب التليفون يحطه قدامي. الدكتور في حاجه. اتفضلي. خش يا ست اتفضلي. كنت اقول لحضرتك انا زوجي مريض كلى مزمن وكان عامل ودخلنا في عمليه القلب المفتوح وكنا بنغسله الكلى طوارئ على فترات يعني وكده ان الكريات كان بيوصل ل8. طيب فنظرا كان في مشكله في القلب فكنا بنعمل الدكتور مش عايز يديله قرار غسيل كنا بنغسل طوارئ لما بنلاقي الكريات بيعلى على طول يعني وكده. قولي لي جوزك بيجيب بول ولا ما بيجيبش بول؟ هو البول كويس يا فندم. بيجيب بول كويس الحمد لله رب العالمين. يعني في اليوم يجيب مثلا لتر مثلا؟ هو ايوه يعني لتر نص الا يعني لتر الا كده. ده في الشتاء لتر الا ولا في الصيف؟ خليكي معايا بس عشان في لا عشان في كمان بروستات يا فندم وكده فدي بيبقى في مشكله ساعات. هو سنه كام سنه يا فندم؟ هو ده وحاليا 63. طيب ربنا يشفيه. وبعدين يا فندم حضرتك اضطرينا ان احنا كان في مشكله في القلب فكنا عملنا عمليه القلب المفتوح من سنه واكثر من سنه وشهري كده وبناخد الحمد لله العلاج وبنغسل بقى دلوقتي طوارئ وما بنودوش المستشفى عشان اعمل تحليل كريات طبعا المفروض بنروح نتابع في المستشفى فبضطر طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والكورونا ما بروحش يعني وكده. فحضرتك لاحظت في الفتره الاخيره دي ان هو في البول بتاعه عامل فوم كتير قوي. طيب في ورم في وشه او في رجليه؟ لا الحمد لله ما فيش. لا طبعا البول عامل فوم كتير قوي كده عامل غلط كتير قوي زي ما كنت. الفوم لونه ابيض ولا ملون؟ ابيض فوم ابيض مش اصفر. لا فوم ابيض. طيب كل مره فوم 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 يعني موجود على طول؟ ايوه يا فندم بحس ان رغاوي قوي لدرجه ان انا بقول ان هو لسه انا مش غسل الحمام دلوقتي لحس بقى ان هو اللي عامل البول يعني وكده اقول يا رب انا مش الحمام انا مش غسلها يعني انا ببص بيعمل فوم لكن انا مش غسل الحمام ببص القاعده بص الاقي عامله فوم كده كتير. طيب انا هسال سؤال مهم. انت طبعا بتتابع الوزن بتاعه كل يوم؟ لا شكلك مش مثقفه. كل يوم فندم. لا شكلك مثقفه يبقى الدكاتره ما قالولكيش اللي هو ايه فندم ان متابعه وزن المريض صباحا ومساء وبنعمل جدول بيه. لا مش بقى والله لا انا مش بحقيقي مش بتابع. انا من ساعة اخر مرة عملت تحليل كريات من فترة ما بروحش المستشفى ان المستشفى خدوها يا مدام. ما انت في متابعة. اسمعيني بس في متابعة استفيدي بقى دلوقتي من الاتصال ده. حضرتك بتعملي حضرتك بتقيسي بتوزنيه الصبح وتوزنيه بالليل وبتعملي جدول وكمية المية اللي بيشربها السوائل كلها مجتمعة بتزيد عن الجدول ده حوالي 500 نص لتر كل يوم. في الصيف قوي ممكن يبقوا لتر على اساس حضرتك. احنا مش بنخاف ان الكريات هو اللي يعلى بس اللي هو كرياتينين. احنا بنخاف كمان لا يحصل اختزان مائي داخل الجسم وده ممكن يهدد حياته. فالوزن هيديني حضرتك علامه من علامات اختزان الماء اللي ممكن يعمل ارتشاح رئوي ولا قدر الله ممكن يهدد حياته. فلازم الوزن يا فندم تعمليه. نمره 2 بتقيس الكريات مش هو بس الكريات ده ليس تعريفه عشان تبقى فاهمه. الاهم منه البوتاسيوم. واخده بال حضرتك؟ غازات الدم. ايوه ايه الغازات. انا كنت بديله بايكارب من وقت للتاني يا فندم في المستشفى. لا ما انا موافق على البايكارب بس البوتاسيوم اخطر من لا بصي البايكارب ده للحموضه اما البوتاسيوم علاجه حاجه تانية. فالمهم انا شايف ان على الاقل كل شهر دكتور يشوفه والتحليلات دي تتعمل دوريا كل شهر بالكتير قوي وعلى الاقل 8 دي انا شايف. اما عمليه الفوم او الرغاوي اللي موجوده فدي مش هتفرق كتير لان احتماليه ان يكون في زلال في البول دي قائمه بنسبه كبيره. فممكن حضرتك بتروح تجيبي تروح اي معمل ارخص معمل تتخيليه بياخد العينه في انبوبه اختبار وبعدين بيسخن الحته العاليه اللي فوق وبعد كده وبيحط عليها حمض بتاع اللي في البيت عندنا ده اللي هو اسيتيك اسيد اللي هو اسيتيك اسيد اللي هو الخل واخد بال حضرتك او هيدروليك اسيد اللي هو حمض الهيدروكلوريك بيضيفوا عليه. لو الغمامة فضلت بعد التسخين التسخين هتعمل غمامة في حالتين سواء في فوسفيت او في زلال. لو الغمامة دي يعني بتعمل كلاودنس
يعني كلاود نيس يعني ايه؟ عتمه. عتمه ضباب، هتعمل عتمه هتبقى كده تجلط كده ابيض، لو حط الحمض راحت يبقى كانت فوسفيت، ودي ممكن عند ناس كتير. لو ما راحتش يبقى ده زلال، وما اعتقدش العلاج هيفرق كتير قوي في الحالتين. الف سلام عليك ومصطفى، شكرا على الاتصال. وناخد الاتصال اللي بعده. استاذه فاطمه سلام عليكم. حلو. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضل يا فضل يا أستاذة فاطمة. الدكتور سامعك. أنا أم فاطمة من أسوان. أهلا وسهلا. أنا عندي بنت فاطمة عندها 29 سنة، ودائما يا دكتور عندها عسر هضم أو سوء هضم، يعني هي ما بتجوعش ودائما عندها إمساك. ما بتجوعش يعني ما بتاكلش؟ مش دائما، مش الجوع دائما يعني، على طول نفسها مسدودة. لا يعني بتاكل في اليوم قد ايه؟ قولي لي كده مثال. امبارح كلت ايه؟ يعني بتتغدى الظهر كده ما بتمش، يعني لو عشان هي عندها اطفال وجوزها بتاكل معاهم، لكن لو ما فيش حد تاكل معاه ما تاكلش. يعني ممكن يوم كله ما تاكلش؟ ما بتجوعش يا دكتور، ما بتجوعش، يعني تجوع بسيط. انا سؤالي محدد. يعني هي بتاكل بس ما بتجوعش دايما. انا مالي انا مالي، كلت بتاكل ولا بتاكلش؟ بتاكل. طب خلاص، عايزه ايه سيادتك؟ بس دايما عندها سوءها. وزنها قد ايه؟ خليكي معايا. وزنها قد ايه؟ وزنها قليل خالص، هي ما بتزيد، هي سنها 29 وطولها قول 150 بس ما بتزيدش عن 50 كيلو. يعني انت عايزه تزودي 5 كيلو بس، يعني هي مش عظمه. ما انت بتقولي طولها 150 ووزنها 50، مش وحش. كويس، بس كتر الامساك جالها شرخ او بواسير يعني. طيب بص برضو حضرتك، هي هتاخد الدوفلاك او ده شراب لذيذ او ظريف او لاكتيولوز، معلقتين كبار بعد كل وجبة 3 مرات، وممكن بالليل تاخد كوباية لبن بارد مع مثلا 3 خيارات. ما بتشربش اللبن يا دكتور؟ ها؟ ما بتشربش اللبن؟ ما بتحبش اللبن. وانا اعمل لها ايه؟ اشرب انا؟ ولا هي تساعد نفسها؟ انا هعمل ايه؟ تاخد مع كوباية لبن بارد مع 2 خيار، يعني 1/2 كيلو خيار، تاكلهم قبل النوم ان شاء الله، ده هتلاقي الدنيا زي الفل بامر الله تعالى. شكرا. شكرا يا ام فاطمه. شكرا. نرجع المريض يقول لك ايه؟ انت بس بتقول له كل خد لبن، يقول لك خدش لبن، ما ياخده كدواء. واخد بال سيادتك ازاي؟ يعني في حاجات انا ما اقدرش اقول له بس طعمه وحش، لكن اللبن طعمه حلو. افرض هو لاستسيغه يشربه يا سيدي. لا ولو عنده مشكله وانت وصفته له، حتى لو ما بيحبوش. اصل اللبن يعتبر ملين. صح، اللبن من الحاجات الملينه، والخيار هو اساسا فيه مواد جيلاتينيه، ولا سيما لو ما 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 ما, ما, ما مضغوش كويس. لو مضغوا نص مضغ كده. انا في مره على فكره كنت هنا، كنت قبل ما انت تبقى معايا يا استاذ اسامه، اتفضل يا دكتور، والتليفونات باظت. قلت لهم دخلوا التليفونات على طول. كنت اتكلم الاقي واحد بقول له ايوه مش عارف ايه، واقفين على الموقف. بنقدر الدكاتره بيشتغلوا في اي وضع. الطبيب ده كانوا بيسموه حكيم. حكيم يعني يستطيع ان يتعامل مع اي وضع وما في اي موقف، ويكيف نفسه بسرعه، ما يتلخمش، ويستطيع ان يؤدي كذا عمل في وقت واحد. يعني يستطيع ان يسمع ويرى ويتكلم ويفكر فيما قبل وفيما هو ات وهو قاعد قدام سيادتك. مهم، لازم سرعه وحسن تصرف. طيب نرجع على مجموعات الادويه اللي احنا كنا بنقول عليها، اللي هي مجموعات نعطيها للمرضى التخان. للاسف زي ما قلت، للمرضى اللي هم التخان او اللي هو المفروض من ضمن نمط يعني هدف العلاج خفض وزنهم. واحد هو قلنا الجلوكوفاج او السيدوفاج، والدواء ده ممكن نديه. لا خلاص ناخد اتصال تاني. انا عارف تلاقيه مركون بقاله ساعه. طيب لو لسه واصل من 5 من ربع ساعه بس. استاذ عبد المحسن سلام. أيوة عليكم يا فندم. مع حضرتك. اتفضل يا استاذ عبد المحسن. شكرا يا فندم، متشكرين. شكرا يا دكتور والله على معلوماتك الجميله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور. انا عندي سكر بقالي حوالي 5 سنين، وضغط حوالي 3 سنين. انا طبعا انا للاسف مهمل في نفسي، يعني مش هقول لحضرتك لا، انا مهمل في نفسي تمام. بس انا قست النهارده السكر الصبح بالصدفه صايم 133، وباخد اميريل 2 ملي قبل الفطار، وكابوزايد 50/25، وباخد في نص النهار كونكور 5، وجلوكوفاش
1000 اكس ار. طيب فانت راي حضرتك اعمل ايه؟ سن حضرتك كام سنه؟ انا عندي 61 سنه. الوزن بيقل ولا بيزيد ولا ثابت؟ لا تقريبا الوزن ثابت، ما يعني هو ما بيتعداش عن 90 يعني، هو ثابت 90 90 ما بيزيدش عن كده. طيب وحضرتك السكر اللي بعد الاكل بساعتين كام؟ ما هو للاسف انا ما قدرتش انزل، الجو كان حر وما قدرتش انزل اقيسه بعد الفطار. لا طب نصيحه لحضرتك ولكل المشاهدين، اتفضل. احنا بنقيس السكر في البيت. اه قول لي ليه بقى سيادتك؟ لان حضرتك سكرك دلوقتي في المعمل مثلا، حضرتك دلوقتي قيسته في البيت طلع 130 مثلا، ايوه، ورحت المعمل تقيس وانت ما اكلتش ممكن يطلع 100 بس. تمام، عشان حضرتك عملت مجهود. تمام. طيب يبقى انا المفروض بشوف السكر في حياتك العاديه. ايوه. فحضرتك بتجيب جهاز، ارخص جهاز تحليل سكر في السوق، يكن يا ريت تلاقيه مرمي في الزباله ولا حاجه تانية. ربنا يكرمك، ربنا يعزك. وتروح شاري ارخص شرائط سكر تحليل سكر في السوق. تمام. وحضرتك تشتغل في البيت، هتقول لي طيب الغالي هتمنه فيه؟ هقول لك نعم. نعم. بس 100 زي 110 زي 90. تمام. 200 زي 220 زي 180، يبقى انا اجيب الرخيص لان انا باخد معدل. تمام. واخد بال سيادتك؟ فحلل في البيت وشوف لي بعد الاكل، انت خليك على نفس العلاج ده كويس. تمام. لحد ما حضرتك تجيب الجهاز ده وتحلل في البيت هتلاقي الظروف عاوزين نظبطها شويه. تمام. طب ما زودش اي حاجه في العلاج قبل الفطار مثلا؟ او خلي الامريل بس. بص خلي الامريل 3 مللي. اخلي الامريل 3 ان شاء الله. ماشي يا فندم. الف سلامه. شكرا يا دكتور. العفو. شكرا استاذ عبد المحسن. العفو. على فكره يا دكتور انت يعني ما شاء الله عليك بتظبط الحاله الصحيه والحاله الاجتماعيه. لا ما هو انت بص حضرتك حسب الظروف. لا ما هو احنا انت هنا يعني واخد بال حضرتك بنقول ايه؟ من لا يمتلك، احنا عندنا علاجات تصل ل 20,000 جنيه وتحاليل وفحوصات عندي انا شخصيا تصل ل 20,000 جنيه. طيب من ما ليس معه يعمل اللي عليه، واخد بال حضرتك؟ رب العزه بيقول ايه؟ واتقوا الله ما استطعتم. يعني حتى التقوى على ما تعمل اللي انت تقدر عليه على قد ما تقدر اقصى حاجه. فهو الراجل ما معهوش فلوس، الدعاء هيستجاب، يعني ياخد الدواء ويدعي ربنا هيستجاب ان شاء الله. ان شاء الله. لكن معاه لا، انت ما اخدتش بالاسباب، وتاخذ بالاسباب يعني تعمل احسن حاجه ممكنه لنفسك. تمام. وخبرك اه معاك كتير، تقدر تدفع 20,000 جنيه، روح ادفعهم ليا، مفيش مشكله. مفيش مشكله. اه ويدعي برضه. حسب ظروفه. ايوه حسب ظروفه، يعني من لا يملك دعاء ان شاء الله عمل اللي عليه. زي ما يكون انت سيادتك مثلا عايز تتصدق ومعاك 200 جنيه، هتصدق ب 10 جنيه كفايه. حضرتك افضل حاجه، لكن تدفع 10 جنيه وانت معاك الملايين ما يصحش. ما ينفعش. نعم. ما ينفعش. الحلقه اللي فاتت يا دكتور انت قلت حاجه خطيره يعني الواحد انتبه لها قوي. متهيألي يخلي كل مشاهد او كل مريض يهتم بالموضوع قوي. يعني قلت السكر بالذات بيفضل ياكل في جسم الانسان ببطء، يعني اي حد يسمع كده ما يتهونش. اه هو بص في الاستشاره وما يتهونش في الدواء وما يتهونش في حق نفسه. اه هو السكر احنا بنسميه هو مرض المضاعفات. طيب يعني كلمه مضاعفات كل بنقولها من 50 سنه، احنا قدامنا وقت قد ايه عشان ابقى عارف؟ والله لما تلاقي النبضات بتاع قلبي ابتدت تزيد تعرف ان الوقت اقترب. يعني قد ايه؟ 3 دقائق؟ قد ايه؟ 3 دقائق. طيب ونص. اه هو السكر يا اسامه يعني ايه مرض مضاعفات؟ هل الكورونا مرض مضاعفات؟ لا، لان المرض نفسه قاتل. طيب يعني ايه القاتل؟ يعني وجود الفيروس داخل الجسم وما خفش يبقى قاتل، طول ما هو موجود في اي لحظه يبقى قاتل. هل السكر في حد ارتفاعاته في حد ذاتها هتقتل؟ لا، هي بتقتل عن طريق التاثير الغير مباشر على حاجات تانية. طيب. لكن معدل سكر عالي لو ما كانش بيعمل مضاعفات ما كانش يبقى فيه مشكله. ايه يعني واحد سكر 400 وماشي زي الفل؟ ما كناش هيبقى فيه مرض اسمه سكر من الاساس. طيب. ودي نبقى نفرد ليها المره الجايه ان شاء الله الحلقة الكاملة كلها. ولكن السكر حضرتك له آثار سلبية حادة ومزمنة. الضغط له آثار برضو مزمنة، ولكن الحد بتاعها بيكون قاتل. قد يكون أول مرة للضغط يكون أن يعمل نزيف في المخ أو جلطة في المخ أو جلطة في القلب أو ما إلى ذلك.
فمن هنا الضغط لو انا جالي مريض ضغطه عالي وسكره عالي لو قالوا لي عالج واحد بس دلوقتي خلال ساعتين يبقى الضغط تمام. هل السكر خلال ساعتين مش هيبقى فيه خطوره؟ عاده ما فيش خطوره. طب خلال اسبوع ما فيش خطوره. طب خلال شهر ما فيش خطوره. بس صح. بس بص 6 شهور عالي تمام. شوف انا معني تخصصي يعني معنى ذلك يا دكتور ممكن يكون 2 مريضين بالسكر 400 و400 والحاله تختلف ممكن ده يبقى ماشي كويس وده لا خطر. ما قلتش كده قلت انا واحد ضغطه عالي وسكره عالي اصلح ايه دلوقتي ما طلعوش من قدامي لما تصلح الضغط وهي من هنا الناس اللي تقعد تتصل بالدكاتره عشان ضبط السكر ساعه بساعه دي ويوم بيوم دول بيضيعوا وقتهم والدكاتره بتضيع وقتها ضبط السكر كل عده اسابيع مش عايز اعرف سكرك كام دلوقتي بعد عده اسابيع ما يبقى عالي يبقى نظبطه تمام خلاص احنا المره دي خدنا 3.5 بدل دقيقه طيب خلاص يا فندم نستأذنك اتفضل ماشي شكرا يا دكتور اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس والى لقاء اخر بمشيئه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.